السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هيكم عاصم منصور من شركة أوربكس في النظرة اليومية للأسواق. اليوم 4 أكتوبر 2023، بداية من مؤشر الدولار الأمريكي اللي شهد طبعا عمليات جني أرباح رابطة لحد العلو للقناة السعرية الصاعدة كما تم الإشارة بالأمس، بالإضافة إلى أن تصريحات جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية والتي أشارت إلى أن معدلات الفائدة ستعود إلى مستوياتها الطبيعية في حال استدعت الأوضاع الاقتصادية ذلك، وقد يتم ذلك في وقت أقرب من توقعات الأسواق. دفعت تلك التصريحات الدولار الأمريكي للتخلي عن بعض مكاسبه على مدار تداولات اليوم، ولكن مستويات الدعم التالية ستكون قرابة مستويات 106.44 ومستويات 106.25. أي عمليات بيع على المدى القصير والمضاربة على مدار اليوم يجب أن تتم بعمليات وقف خسارة عند المستويات 107.40، ولذلك قد نشهد تصحيح هابط للدولار الأمريكي على مدار تداولات اليوم ما لم يتم اختراق مستويات 107.35. وبالنسبة لتداولات اليورو دولار، هناك بعض البيانات التي صدرت في منطقة اليورو، لا تزال المؤشرات تشير إلى انكماش في القطاعات الخدمية والصناعية سواء بفرنسا وألمانيا، ولذلك الضغط البيعي سيستمر على تداولات اليورو. قد نشهد بعض التصحيح الصاعد لتداولات اليورو دولار مع تصحيح مؤشر الدولار الأمريكي على النحو التالي موضح للرسم البياني. قد نشهد ارتفاع لمستويات 553 ثم العودة مرة أخرى إلى مستويات 1.0450. وبالنسبة لتداولات الاسترليني دولار، يجب انتظار إغلاق ساعة أعلى مستويات 1.2115 لمواصلة الارتفاع إلى مستويات 1.2175. وبالتالي من المتوقع أن نشهد بعض التصحيح أيضا بالتزامن مع الدولار الأمريكي، ومن المتوقع أن يكون ذلك في صالح الجنيه الاسترليني، ولكن على مدار الأسبوع وعلى مدار الشهر الجاري قد يتم استغلال أيضا الارتفاعات للبيع. بالنسبة لتداولات الدولار ين، قد شهدنا بعض التراجعات العنيفة في بنك الدولار ين مع تدخل وأنباء دخول بنك اليابان في الأسواق لحد من تراجع قيمة الين الياباني. مستويات 147 كانت هي المستويات المستهدفة لحركة الهبوط العنيف، ولكن إذا نظرنا إلى الإطارات الزمنية الأسبوعية سنلاحظ أن بداية تكون شموع بيعية هابطة على الإطار الزمني الأسبوعي قد ينذر بتصحيح هابط قوي لتداولات الدولارين. شخصيا أفضل أن يتم اختبار مستويات المقاومة 151.70 قبل الدخول بالبيع من جديد، ولذلك النظرة الشرائية لا تزال مستمرة بالرغم من الهبوط التصحيحي العنيف الذي حدث بالأسواق، ولذلك يجب انتظار تكون هذا السيناريو لبناء تمركزات بيعية خلال الأسابيع المقبلة. وبالنسبة لتداولات الذهب، والذي سجل المزيد من الانخفاضات إلى مستويات 1814، وذلك مع ارتفاع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 أعوام إلى أعلى مستوياتها في 17 عام، مع تسعير الأسواق إبقاء الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة لفترة أطول من الوقت. وبالتالي من المتوقع أن نشهد الاستمرار الهبوط البيعي إلى مستويات 1790، يجب استغلال أي ارتفاعات لبناء تمركزات بيعية. لا نزال في النظرة السلبية لأسعار النفط مع تزايد مخاوف الركود بشأن الاقتصاد العالمي. لا تزال مستويات $86 للبرميل هي مستويات مستهدفة على مدار تداولات هذا الأسبوع. وأخيرا بالنسبة لتداولات الداو جونز، تم تحقيق أهداف البيع بعد ظهور نموذج الرأس والكتفين والنبرة التشددية من جانب الفيدرالي الأمريكي، ولذلك يجب جني أرباح صفقات البيع عند المستويات الحالية وانتظار ما إذا كان سيتم كسر مستويات الدعم 32800 لمواصلة البيع، أو تكون قاعة عند تلك المستويات لبداية الدخول شراء من بداية الأسبوع المقبل. كانت هذه نظرة سريعة للأسواق، أتمنى لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.